أربع أحاديث ذكرها الإمام البخاري في تطهير المني بالإيه؟ بالماء. معناه إيه؟ معناه أن المني نجس وأنه لابد من إيه؟ من تطهيره، سواء كان مني احتلام أو مني جماع، المني نجس. والدليل على كده هو هذا الاهتمام من السيدة عائشة، كانت تغسل ثوب النبي منين؟ من أثار المني. طبعا احنا هذا الموقف تكلمنا عنه من قبل، النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ثوبا واحدا، يعني الإنسان الآن لما ينام مع امرأته مثلا حاجة اسمها ثياب النوم، يلبس ثياب النوم، وبعد كده هو يخلع ثياب النوم ويلبس ثياب الثاني. الكلام ده ما كانش موجود، هو ثوب واحد. النبي كان يلبس ثوب واحد ينام فيه ويصلي فيه، وبعدين بعد ما يغتسل هو طالع أثر المني موجود، تمسكه حتى تدلكه بيدها كده هو تغسله بالماء. لا إله إلا الله، شوف النعم اللي احنا عايشين فيها الآن، شوف النعم اللي احنا عايشين فيها الآن. في حد بيعمل كده الآن؟ لا طبعا، النوم له ثياب خاصة، ثياب النوم. طيب، هذه الأحاديث غسل المني وفركه، غسل المني أظن واضح وورد في هذه الأحاديث بالغسل، لكن في أحاديث أخرى وردت بأن السيدة عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفركه. تفركه. نشوف هذا الموقف جعل العلماء ينقسم إلى قسمين، علماء المذاهب، مش أحمد ريان وجماعته، لا، علماء المذاهب، إمام مالك وأصحابه، الإمام أبو حنيفة وأصحابه، انحازوا إلى الرأي القائل بأن المني نجس ولا بد أن يطهر ولا يصح الصلاة به. الرأي الثاني الإمام الشافعي والإمام أحمد وعدد من الفقهاء الآخرين قالوا لا، المني طاهر، المني إيه؟ طاهر، سواء كان جاف ولا كان رطب. نشوف الموقفين وأدلة كل فريق، وإحنا يا ترى ننحاز مع مين مع الفريقين. الفريق الأول بيستدل بعدد من الأحاديث التي ذكرناها، أربع أحاديث، ثم يستدل بأحاديث أخرى، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى المسجد ولا زال أثر الغسل بالماء ظاهرا في الثوب على هيئة بقع، سواء كان طري أو يابس، كلاهما عند المالكية لابد إيه؟ أن يغسل المني ولا تصح الصلاة به. طيب حتى لو كان جاف وناشف ما يفركش؟ لا، عند المالكية ما يفركش، لازم يغسل بالإيه؟ بالماء. عند الحنفية يقولوا إحنا متفقين مع المالكية في إيه؟ في نجاسة المني، لكن يغسل إن كان رطبا، أما إذا جف يمكن إيه؟ فركه، وفركه يزيل النجاسة، الفرك يزيل النجاسة. ده كلام مين؟ كلام الحنفي. المالك الشافعية والحنابلة يقول والله شوف المني طاهر، أما حكاية الغسل والفرك دي بس عشان المني قذر، المني إيه؟ قذر وليس نجس. في فرق بين كونه إيه؟ نجس وبين إيه؟ قذر. اللي انتوا واخدين بالكم مني عملية الغسل والفرق دي لإزالة القذارة وليس لإزالة الإيه؟ النجاسة. لإزالة الإيه؟ القذارة وليس لإزالة الإيه؟ النجاسة. نعم؟ ايوه، يا ريت يعني خليك معنا شويه عشان ايه تاخد بقيه الموضوع وتلم باطرافه ان شاء الله. طيب،
إيه الدليل على طهارته؟ ما يلي: نمرة واحد، ما جاء في صحيح مسلم. احنا دائما بنجيب الاحاديث الصحيحة عشان القلب يطمئن. ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. لقد رأيتني وأنا أحكه من الثوب أحكه بإيه؟ بظفري. منين؟ من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الماء أو بعد الماء؟ نعم، قبل الغسل أو بعد الغسل؟ الرواية فيها إجبار. لا لسه جاي، بس اصبر شوي. ايضا همام بن الحارث كان ضيف عند السيدة عائشة، واجنب في الليلة اللي نايم فيها عندهم، حصل له احتلام، فقام يغسل الثوب. انكرت السيدة عائشة على ضيفها غسله الثوب، قالت: لما افسد علينا الثوب؟ انما كان يكفيه ان يفركه باصابعه. كان يكفيه أن يفركه بإيه؟ فربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. هذا حديث صحيح، إمام الترمذي يقول هذا حديث صحيح. طيب، في فريق من أهل العلم بيقول: والله أنتم أخذتوا الأحاديث كلها على بعضها. لا، الحديث اللي فيه الفرق دي بالنسبة للثوب اللي كان فيه، يعني نام فيه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثوب اللي فيه الغسل ده بالنسبة للثوب اللي كان يصلي فيه. يعني شوف، توسع، وعلى أن المسألة كانت فيها سعة، وعنده النبي ثياب كتير، واحد ينام فيه وواحد يصلي فيه. بأن الثوب الذي غسلته كان ثوب الصلاة، أما الثوب الذي فركته منه فإنما كان ثوب ثوب النوم. طيب، في جواب سهل وصريح ومن غير نزعل مع بعض. عند الإمام مسلم بيقول لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي ده في حاجة تانية أشد من كده، وهي ما جاء في صحيح ابن خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. واخد بالك معي؟ كانت تحكه من ثوب رسول الله وهو يصلي. يعني هو بيصلي تمسك الثوب فيه، أثار المني لا زالت، وهو بيصلي تحكها بإيه؟ بأصابعه. يعني يكون يدخل الصلاة وهو طاهر، نعم لازم يكون طاهر. هتقول لي كان يصلي بالنجس؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعلى من هذا بكثير. ليه؟ لأنه مراقب. تعرف القصة بتاعت خلع الحذاء؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وبعدين نزل جبريل فقال له: إن في حذائك لنجاسة، إن في حذائك قذر نجاسة، فخلع نعليه وهو في الصلاة. طبعا النعال ما كانش فيها رباط ولا مثلا حش، لا، ده تخلى عن نعليه وهو يصلي. فخلع الصحابة نعالهم خلفه في الصلاة، لما شافوه خلع نعليه خلعوا نعالهم. بعد ما انتهت الصلاة سألهم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: وجدناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. فقال لهم: إن جبريل أتاني وأخبرني بأن في نعلي نجاسة.
وأنتم يعني نعالكم طاهرة. بالنسبة لي عندي صحيح ابن خزيمة. ده فيه الفريق الأول بيقول إيه؟ خلوا بالكم الفرق ده لا يدل على طهارة المني، بل إن منيه صلى الله عليه وسلم طاهر سواء كان رطب ولا كان إيه. هذه خصوصية، مش زي مني الناس الآخرين. لا، مش زي مني الناس الآخرين. مني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ طاهرا، سواء كان رطب أو إيه؟ أو يابس. الجواب على أن هذا المني مني جماع، ومني الجماع مختلط بين مني الرجل ومني الايه المرأة. الرجل لما ينام مع زوجته تختلط المسألة كلها مع بعضها، المياه تختلط، فما يقدرش هو يعني يبقى مني الواحد ومنيها لوحدها، تختلط. إذن هذا المني الذي يغسل من سبب رسول الله مش مني لوحده، إنه مني مين؟ منيه مع إيه؟ مع مني زوجته. قم في الدنيا وحي الأزهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة، طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.